شركة والت ديزني منحت العالم شخصيات فتيات وأميرات استحوذن على إعجاب الملايين. أول أميرة من عالم ديزني هي بياض الثلج، وقد صدر الفيلم الكرتوني عنها قبل 83 عاماً في 1937، لكن قامت رسامة من ولاية بنسلفانيا تدعى إيزابيل ستوب مؤخراً برسم الشخصيات بيديها، وتوحي لنا أشكالها بأنها تنتمي إلى إصدارات أفلام حديثة. إنها لا تبدو معاصرة وحسب، بل وحسنة المظهر بألوان غنية وخطوط بارزة ترضي العين. أحببنا هذا الفن المفعم بالألوان ونتحرك لكي تراه معنا. أي الشخصيات المجددة أعجبتك أكثر؟ شاركنا رأيك في التعليقات. أصدقائي الأعزاء، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات.